بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس. روى النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر وادهن من طيب أهله ومشى ولم يركب، ودي أهم حاجة، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلخ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لذلك خصوصا الشباب، كيف تلقى الله سبحانه وتعالى ومعك مليون سنة عبادة، مليون سنة صيام ومليون سنة قيام، وتجلس في الفردوس الأعلى، أقول في الفردوس الأعلى على منبر من نور في الصف الأول، وتتكلم مع رب العالمين سبحانه وتعالى مشافهة وجها لوجه كما أتكلم معكم الآن، وتكون ملاصقا قريبا جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وتتمتع أعظم المتعة، ويكون لك أعظم الشرف. تعمل زي ما بعمل انا بعمل ايه؟ بغتسل، برجع من صلاه الفجر من المسجد، بغتسل وانزل على طول اروح الجامع واقعد جنب باب الجامع لغايه ما الباب يفتح. بعض الناس هتقول لك هنعمل الكلام ده ازاي والمساجد مقفوله؟ عشان كلمه غسل واغتسل معناها تغسل الراس، تغسل الجسد، وده شرط مهم. وبكر وابتكر، شدة التبكير تروح في الساعة الأولى. إيه الساعة الأولى؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من جاء إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قدم بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية كان كمن قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن قدم كبشا، ومن كان في الساعة الرابعة كان كمن قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كان كمن قدم بيضة. الناس بتفتكر نفسها الذين يعتقدون أنهم مبكرون ويأتون قبل صلاة الفجر، صلاة الجمعة بساعة أو ساعة ونص، وفكر نفسه مجتهد ومبكر. بالعكس، أنت متأخر جدا، أنت جيت في الساعة الأخيرة، أنت جيت في الساعة اللي تاخد فيها بيضة أو بكتير قوي دجاجة، ومش هتاخد بكل خطوة قيام سنة وصيامها أو عمل سنة كاملة. ما تعمل إيه؟ أنت لازم تروح في أول ساعة. زي ده مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، بعض يعني الإمام أحمد قال الساعة دي بعد صلاة الفجر على طول، ده الإمام الشافعي، لكن الإمام أحمد وده رأي الأصح إنها أول ساعة بعد شروق الشمس. بمعنى أنت عندك 60 دقيقة بعد شروق الشمس، لازم تكون في الجامع في خلال قبل ما تنتهي ال 60 دقيقة من شروق الشمس، يعني الشمس بتشرق الساعة 5، المفروض تكون في المسجد قبل الساعة 6. المساجد مقفولة. واحد العلماء الكبار من اكثر من 1000 سنه قال ان اول بدعه حصلت في الاسلام هي غلق المساجد بعد في يوم الجمعه. المفروض المساجد تفضل مفتوحه بعد صلاه الفجر عشان الناس ترجع تغتسل وتروح رايح على طول الجامع. ف يبقى تعمل ايه؟ قدامك احد خيارين، تعمل زي ما بعمل وده الافضل والاصح، تروح تقعد جنب الجامع، جنب الباب، قريب من الباب في اي مكان، تستنى لما الجامع يفتح الساعه 9 ولا الساعه 10 وتخش، وتقعد في الصف الاول، لان الرسول قال: ودنا من الامام وانصت ولم يلغ. ليه تقعد في الصف الاول؟ لان اللي بيقعدوا في الصف الاول سيجلسون في الصف الاول في يوم القيامه على منابر من نور. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود: يا ايها الناس سارعوا الى الجمعات، فانكم ستجلسون يوم القيامه على قدر ترواحكم الى الجمعات. العلماء قالوا ستجلسون يوم القيامة يعني هتجلسون في الجنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيجتمع مع أوليائي في الجنة زي ما أنا بتكلم معاكم دلوقتي. الناس اللي كانت بتقعد في الصف الأول برضه هتقعد في الصف الأول في كل يوم جمعة اللي هو يوم المزيد على منابر بالنور، ملاصقين لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أنت لو عملت الكلام ده في كل يوم جمعة وبكرت، صليت الفجر، نزلت، طب مش قادر تروح وتقعد ساعتين ثلاثة في الشارع، والله أنا بروح بلاقي راجل اكبر مني في السن يمكن ب 10 15 سنه بيمشي معاه عصايه بيبقى ماشي عليها، بلاقيه ساعات قاعد على مستند على شجره ومستني الجامع يفتح الساعه 7 الصبح او 6 الصبح، بيبقى قاعد مستني لغايه الجامع يفتح. مش قادر تعمل كده، يبقى تقعد في بيتك وتستحضر ان هي كانك قاعد في الجامع، وبعدين تنزل الساعه 9 او الساعه 9 ونص، تقف على باب الجامع لما يفتح الجامع الساعه 10 وتخش وتجري، تكون اول واحد يخش الجامع وتقعد في الصف الاول. لو عملت كده كل اسبوع، لو عملت كده كل اسبوع رايح جاي، بس اهم حاجه تمشي ما تركبش وما تصليش في الجامع اللي جنب بيتك. ما تصليش في الجامع اللي جنب بيتك.
اختر مسجدا كبيرا جامعا. يعني انا بصلي في مسجد كبير من اكبر مساجد اسكندريه، الساعه بتاعته اكتر من 1000 مصلي، وبيكون بس مسجد بعيد. ليه؟ عشان تمشي 1000 خطوه 2000 خطوه، لان اعظم الناس ثوابا في الصلاه ابعدهم ممشى. هتمشي 1000 خطوه رايح، وبعدين وانت راجع من بيتك 1000 خطوه جاي، يبقى انت كده مشيت 2000 خطوه، يبقى هيتكتب لك عمل 2000 سنه، ثواب عمل 2000 سنه، او ثواب صيام وقيام 2000 سنه. هتكرر الكلام ده كل اسبوع، يبقى في الشهر هتاخد ثواب 8000 سنه عمل، او 8000 سنه عباده، او 8000 سنه صيام، و8000 سنه قيام، كانك عشت 8000 سنه، صمت الليل وقمت النهار. ده في الشهر. طب في السنه 80000. طب لو عملت الكلام ده 10 سنين 800000 سنه عباده. فلذلك الشباب الصغير عنده فرصه عظيمه جدا. انا بكلم الشباب الصغير اللي عنده 20 سنه و30 سنه. لو عملت الكلام ده كل اسبوع هتلقى رب العالمين سبحانه وتعالى معاك مئات الملايين من السنين من الصيام والقيام او العباده، وربما مئات، انا اسف، مئات الالاف من السنين، او ربما مليون سنه او اكتر. وهتكون من الاهل طبعا. مش ممكن واحد هيلقى رب العالمين سبحانه وتعالى معاه مليون سنه عباده، او حتى معاه 100000 او بتاع، مش هيكون من اهل الفردوس الاعلى ان شاء الله. الميزان هيكون عامل ازاي يوم القيامه؟ تخيل معايا. وهتقعد كل جمعه على منبر من نور في الصف الاول، وتتمتع برؤيه رب العالمين عن قرب، وتبقى زي الشمس، انك هتاخد من هذا النور، تكون اعظم الناس نورا في الجنه، واعظم الناس تمتعا في الجنه. شوف الثواب العظيم. لذلك اللي يعرف الكلام ده ما يعملوش سيندم اشد الندم، ويخسر خساره كبيره جدا يوم القيامه. ف يا ريت كل واحد بيسمعني دلوقتي قاتل، لو قدرت تعمل زي اعمل، تنزل تقف على باب الجامع وتقعد، لان ثواب العباده عظيم جدا. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث، والحديث ده رواه الامام المتقي الهندي في كتابه العظيم كنز العمال: ليس من اعياد امتي عيد افضل من يوم الجمعه، وتسبيحه في يوم الجمعه افضل من 1000 تسبيحه، وركعتان في يوم الجمعه افضل من 1000 ركعه. لذلك صلوا صلاه التسبيح في كل يوم جمعه. انا بصلي صلاه التسبيح كل يوم جمعه، لان ثواب عظيم جدا. عشان كده في الايام العاديه كل خطوه للجامع واحده بترفع درجه والثانيه بتحط خطيئه، لكن في يوم الجمعه كل خطوه بقيام سنه وصيامها، او بخط او بعمل سنه كامله. ليه؟ لان تسبيحه يوم الجمعه افضل من 1000 تسبيحه، وركعتين يوم الجمعه افضل من 1000 ركعه، لان فيه خلق ادم، فيه ادخل الجنه، وفي انزل اهبط من الجنه، وفيه قبض ادم، وفيه تقوم الساعه. يبقى يوم الجمعه ده هو ليله القدر الاسبوعيه. يوم الجمعه هو ليله القدر الاسبوعيه. يا ريت كل واحد سمعني دلوقتي انتهز الفرصه العظيمه دي حتى لا تندم يوم القيامه. اعمل لاخر، اسكت عايز تبقى من اهل الفردوس الاعلى وتجلس على منبر من نور في الجنه كل اسبوع. قل قولي هذا، استغفر الله.